كنا قطعنا الكهرباء عن اللعيبه واستقبلناهم بالتكاسي والزوكي. شو كان صار بالمونديال لو عملناه بسوريا؟ ما في ملاعب لحتى تعمله بسوريا. شو كان صار بالمونديال لو كان معمول بسوريا؟ سوريا هلا ما عندنا ارض واحنا بين بعضنا الدوري السوري فاشل ونسبع بعض وهيك، فخلينا برا احسن. شو كان صار بالمونديال لو كان هلا صاير بسوريا؟ اكيد في مراسم معينه للاستقبال. من اي ناحيه؟ حرب كرويه طبعا. ما كان كثير شيوعي بظن. ابو شو صار؟ اهل سبين وصحنا ينوجدوا هنيك. شو كان صار؟ اهل سبين هنيك كلهم وفضايح وهيك شغلات. هلا كل هذا بدنا نعرض نحن الدول الخارجيه هيك راح تدعمنا لنأسس انه الملاعب ونظبطها وتساعد بالاقتصاد وتوفير العمله الصعبه، هذا شيء ضروري للبلد راح تتوفر وتتامن. والكهرباء فعليا هلا وضع الكهرباء عندنا ارتفع الاقتصاد ترتفع الكهرباء طبعا. بدنا مصداقيه بالشغل بالعمل، اذا ما كان في مصداقيه ما راح نوصل. مثل ما قال لك فساد فساد اتحاد من الاخير. والله بينقصنا كثير يا اخي، تاهيل لاعبين، إدارة مناسبة، أرضية رياضية مناسبة. بدي يكون في عنا آلاف ملاعب لحتى تستقبل الناس هاي كلياتها، فنادق من خمس نجوم، بدك شيء كثير لحتى تصير عنا. بصراحة يعني ناقصنا كذا شغلة، مثلا ملاعب حلوة، إمكانيات، شوارع نظيفة، هيك شيء. أكيد بدك تتوسع، بدك تستثمر المنطقة وتبلش. أول شيء بدك يعقل الشباب انه هن اللي حيطوروا هالشيء. اي هي اولا. ثانيا بدك ماديات. ليش لا؟ من بكره يلا جاهزين.